الفرصة متواصلة التسديد جول 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 تسديدة لا تصد ولا ترد. أنس سرغات يسكن الكرة الشباك يسجل الهدف الأول لنادي مولودية وجدة في الدقيقة 23 بطريقة رائعة ممتازة مستواهم. هنا فرصة لويس أميكا سيسعون لي تحسين مستواهم في الشوط الثاني للتسجيل وللوصول للشباك ولإسعاد عشاقهم. الصورة أمامكم والقرار النهائي للحكم جلال جيد. ما الذي سيعلن عنه جلال؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للمغرب الرياضي الفاسي. نار عماد 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 هدف التعادل. جول 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 في الدقيقة 53 ينجح عماد الرياحي في تسجيل لمولودية وجدة. هشام مرشد التسديد. جول 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 الهدف الثاني. هشام مرشد في الدقيقة 64 تسديدة فاجأت عبد العالي المحمدي، فاجأت المحمدي الذي لم يكن يتوقع تسديدة هشام يضع الكرة في المرمى مغالطا عن سفيان. إمكانية التسديد، التمرير، التسديد حارس المرمى، التصويب بعد ذلك المهدي مفتاح. كان شفتك الحكم يعني